اهلا وسهلا بكم في صابراير. السلام عليكم ايها الشعب التونسي. قالك البارح زادوا في سوم الدخان يا جماعه، هاك وكاله الطبخ والوقيده هبطوا رسوم جدد ديره. لا وزياده معتبره، زياده من 400 دينار ل 2000 حتى زياده ب 4800 فك الطبخ ب 30 غرام. يعني اللي ما يبطلش الدخان تو ما عادش يبطلوا. السيجارو بقدروا تو خويا، تو تحب تسب واحد تقول ترى سيجار. لا الدخان مره هذه زاد بالقدار، كان زادوا يعني 50 فرنك في الخبز راه الطبوب يعمل لنا ضربه. اما الدخان يقول لك برج الشعب تو يتكيف، هاك ولا كيتكيف واسكت. لا زياده كبيره برجوليه، تقول هو الدخان بنقص منه خير. ما قالك تونس حتى المضره فيها غاليه، ما وزاره الماليه وزاره التجاره قالوا كل ما تطيح بهم يزيدوا في الدخان. الدوله تعبي في الميزانيه من ثروات الدوله، حكومتها تعبي في الميزانيه من رواري المواطن. ما قالك على قد ما المواطن يخزن على قد ما تتعبى خزائن الدوله. هذا ثم نائب معارض مشى بطل الدخان، قالوا وش بيك؟ قال مش ماتر في الحكومه باش نسكر عليهم الفانا. حتى وزاره الصحه موافقه راهي، اي ما تقول لك هذه غايتنا مش ماديه، ما يلزمنا نزيدوا في سوم الدخان باش الشعب ينقص في السواق. يا اخي قبل الزياده المواطن كان يتكيف ساكت، بعد الزياده المواطن ولا يتكيف وسب في وزاره الماليه. اخي المواطن التدخين مضر بالصحه، طفي السيجار وخلي الامراض فيك يحتاروا. اما ثم نائب في مجلس الشعب ممكن يطردوه راهو. ما هو كي غلا الدخان ثقوا بيه ولا يتكيف في الدستور. كل يوم الشهر 10 فصول يتكيف فيهم. هكا قالوا له تكيف في الدستور، ولا قال سامحوني بوجلي شيخ. حذار يا ايها المواطن، التدخين مضر اكثر من حزام المشيش. قول للدخان لا تصبح تنوح عن ساعه لا. وقال لك امراه اونسانت نهار كامل وهي تتكيف، كي ولدت جابت بونتا. رجلها باش يطل عليها قالها نشري بوسات، قالت له اشري سوندري. يا خويا خلي زيدوا في الدخان، طيب كله مضر اخوي صافي بيناتها تخلي زيد مش يهمني فيها. حتى عندي صاحبي من كثره ما يتكيف شفايف ولا وزرق من الدخان مسكين الراجل، حتى في نهار الانتخابات غلطوا فيه قالوا له اخوي اسمع غطي صبعك راه مش غطي شفايفك في الحبار. حتى هو مش بعت الفوت يوتيل يستاهل. والله العظيم ياسر يتكيف التوانسه. قال انا عندي صاحبي يتكيف زوز باكوات في النهار، مره كح هبط كوميدين وبلنس. صاحبي المدخن هذا يحمحم يخرجك بيت فطوره، الموبيله بتاع عرسي خدمها له هو مش لاعب، مد له الساق بتاع بنك تكيفها. حتى الطبيب قال له اسمع يا حاج، قال له يلزمك تبطل الدخان. باه قال له دكتور تعال نروح نعمل سيجار ونخمم في الحكايه. ما قال لك صياد يصطاد في الحوت في بلاصه الطعم حط سيجار، وعلاش؟ يحب يصطاد سومون فيمي. التدخين مضر بالكحه. اما نواب حركه النهضه راجل غنوشي قال انتم ما يسيرش تكيفوا، اللي يحب يتكيف يتكيف، تكيفوا قد ما تحبوا زاد. قالوا له علاش؟ قالوا لانه باش تحملوا نور النيل البحيري يزيدكم تزرقوا دي فيترين. باطلوا التدخين يا جماعه. مزوز مواطنين قاعدين يشيشوا، قال لك في القهوه دار واحد الصاحب قال اسمع قريت في الجرايد قال لك الشيشه تعمل كونسير. قالوا ما الواحد هذا يزمو يبطل، قالوا بطل الشيشه، قالوا لا يبطل قرايه الجرايد. ورشم له شكبه. سابرايار.